أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي، السلام عليكم آبائي وأمهاتي، السلام على الجرحى وعلى الشهداء وعلى الأسرى وعلى رجال الله المطاردين. ونحن نمر في هذه الذكرى الثالثة المشؤومة للاحتلال والغزو السعودي الغاشم على بلدنا الحبيب البحرين، ونتذكر ما فعله وما ارتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية. وبما أننا نعيش في هذه الفترة تحديدا تطورات كثيرة جرى فيها التشويش والحديث والتضليل كثيرا على درب وخط المقاومة الذي هو حقنا الأصيل الذي لا بد أن نلتزم به وأن نسلكه وأن نذهب فيه وأن نتخذه وأن نتمسك به، فما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا كما يقول أمير المؤمنين. أود أن أطرح في هذه المداخلة السريعة بعض النقاط وبعض الإثارات على خط ودرب المقاومة الذي نتبناه ونحرض عليه وندعو له ونعتبره هو الخيار الأنجع والوحيد الذي يسلكه كل شعب يتعرض إلى الاحتلال وتنتهك أعراضه وتهدم مقدساته وتحارب معتقداته ودينه. الأمر الأول، الإثارة الأولى، النقطة الأولى، أن خط المقاومة هو الخط الطبيعي المنطقي الفطري الديني الشرعي الإنساني الذي ليس لأي أحد أن يمنعه أو أن يقف تجاهه. من يجمد خيار المقاومة أو لا يتخذه أو لا يذهب معه أو لا يؤيده إنما يذهب ويبحث عن العناوين الثانوية التي فيها يبرر تجميد مقاومته أو تخلفه أو تعذره، لكن الأساس الشرعي أو المنطقي أو القانوني أنه أي بلد يتعرض للاحتلال يقاوم أبناءه حتى يحررون بلدهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن هناك فرق شاسع بين الإرهاب وبين المقاومة. المقاومة في قبال الإرهاب، المقاومة نقيض للإرهاب، نحن لا نمارس الإرهاب، نحن ضد من يعتدي، نحن ضد من يهاجم. نحن البحرانيون يقاومون الإرهاب ويتصدون للمعتدين ويدافعون عمن يتهجم على الأعراض وعلى المقدسات ويستبيح الحرمات. وإذا ما تجمد خيار المقاومة يعني شاعت الفوضى وشاع الإرهاب وحكم الإرهاب وتحكم فينا. الأمر الثالث، النقطة الثالثة، هو أنه هناك الكثير يتحدث بأنكم إذا تسلكون درب المقاومة فإنكم أساساً تذهبون إلى الانتحار، لأنكم لا تملكون العدة ولا تملكون العتاد ولا تملكون الطاقة ولا تملكون التكافؤ المادي ولا تملكون ولا تملكون. وللرد على هذا الموضوع وبشكل سريع، أولا المقاومة بالضرورة لا تملك توازنا أو تكافؤا ماديا مع المعتدي، وإلا لما سميت مقاومة. لو كان الناس يملكون إمكانات ومقومات الدولة من جيش وإعلام ويعني أشياء مادية لاصطلح على ما يخوضونه في مجابهة العدو حربا وليس مقاومة. المقاومات في كل التاريخ مقاومات مطاردة ملاحقة مشردة، وتكون كفتها أقل من كفة المعتدي. وأصلا نحن نشهد الآن في حياتنا، نشهد أن الاحتلال في المناطق الأخرى يهدم البيوت ويهدم البنية التحتية ويقتل بالمئات، لكن المقاومة تمرغ أنفه وتلحق بها الهزيمة وهي لا تقوم بالرد ب5% مما يرتكبه مثلا العدو. لو افترضنا مثلا ما حصل في غزة، مئات الشهداء وعشرات أو مئات المنازل هدمت وعشرات الشهداء، لكن المقاومة مرغت أنف الاحتلال الإسرائيلي لأنها بإرادتها انتصرت، لأنها صاحبة الحق، لأنها صاحبة الأرض، لأنها يجب أن تتمسك بكل ما يرتبط بدينها وبأرضها وبترابها وبحراماتها وبمقدساتها. ثم أن الإسلام العزيز الذي ننتمي له نحن أيضا لم ينتصر بتكافؤ مادي. المسلمون أغلب
الحروب التي خاضوها كانوا أقل عدة وعتادا من الكفار الذين هاجموهم. ولذلك يقول الله في القرآن الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهناك آية أخرى تقول: وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وإلى ما وهناك آيات كثيرة تتحدث كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهناك آيات كثيرة تتحدث عن منطق الغلبة ومنطق الهزيمة ومنطق الانتصار، لا يمكن أن يقاس أو يكون بالموضوع المادي. النقطة الثالثة: هناك من يخوف المقاومين بأنكم إذا ما قاومتم وما داف إذا دافعتم عن أنفسكم فإنكم ستلحقون الأذية بأهاليكم وبقراكم، وأن هناك جيشا محتلا قويا جبارا لا أحد يستطيع هزيمته، يملك من العتاد والأموال كما يصور السعودية والمنظومة الخليجية. لكن هذه المنظومة الخليجية التي يخوفون الناس بها الآن بانت علائمها، وهي تتصدع وتتفتق شيئا فشيئا. فهذه السعودية أصبحت مكروهة مبغوضة من الشعوب العربية، ودب الخلاف والانشقاق في قلب الجسم الخليجي. وكلنا نعرف ما حدث من خلافات بين قطر وبين الإمارات وبين السعودية والحكام الخليجيين، وقبلها عمان. وهذه تعطيك بشارة أن هذه المنظومات الوراثية والحكومات القبلية قابلة للتغيير. إذا انزوينا وانكفأنا فإن التغيير سيكون رغم عن أنفنا، لكن إذا ما تحركنا فإننا سنكون طرفا في هذا التغيير، يعني نبني مستقبلنا ونحدده كيف نريد. لا توجد قوة مطلقة في العالم لا تتصدع وتستطيع أن تتحكم في العالم كله. القوة المطلقة لله تبارك وتعالى. الذين سبقوا آل سعود والمحتلين كلهم ذهبوا إلى زوال. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. النقطة الخامسة: أن المقاومة لا تتعارض مع العمل الحقوقي أو مع حقوق الإنسان. وهناك يجري تشويش كبير أن المقاومة تؤثر على العمل الحقوقي، وهذا لا دخل له بهذا. حينما يدافع الناس عن قراهم، وحينما يدافعون عن مساجدهم، وحينما يتصدون للإرهاب الخليفي الذي يمارس ويستبيح يوميا البيوت الآمنين، هذا لا يدفع منظمات حقوق الإنسان أن تقول: بما أن البحرانيين يدافعون عن قراهم وعن أنفسهم، إذن من حق النظام أن يمارس التعذيب وأن يعتقل الأطباء وأن يحاصر مستشفى السلمانية وأن يفعل وأن يفعل. هذا لا يرتبط بهذا، إنما المقاومة هي مقوم، هي مكمل للعمل الحقوقي. أيضا النقطة التي بعدها: أن المقاومة تقوم العمل السياسي ولا تتعارض معه. ولذلك لا تقبلوا أي تشويش في هذا الموضوع. لا يجوز أن يستفرد وأن ينفرد السياسيون في مستقبل البحرين. حينما تكون مقاومة حية وقوية ومتنامية ومتحركة وفاعلة، هذا يجعل السياسيين يعرفون أن وراءهم من يراقبهم، وأن هناك أناس لن يقبلوا بأن يكون الاحتلال السعودي واقعا. وحينما يتعرضون لضغوطات من دوائر غربية سيقولون لهم بالضرس القاطع: يجب أن يتحرر الوطن قبل أن نتناقش وأن نتفاهم فيما يدور من خلافات مع غيره. النقطة التي بعدها، وأعتذر عن الإطالة، أن موضوع الاحتلال يجب، أنا شخصيا وهذا رأيي الشخصي أنا ألتزم به، أعتقد أن موضوع الاحتلال هو أهم وأبرز ملف يجب أن نتمسك به. دعونا من وزير العدل أو وزير الداخلية أو وزير الدفاع، هناك جيش محتل قدم إلى البحرين وارتكب كل الجرائم. المساجد في مسؤولية المرتزقة وفي مسؤولية جيش الاحتلال. حينما تكون قضيتنا في البحرين أن البحرين ترزح تحت الاحتلال، وأن الشعب يثور ويقاوم لتحرير وطنه،
هذا يعطي بعدا دوليا إلى دوليا إلى إلى قضية البحرين. لكن حينما تحصر الخلافات أو المشاكل بين قوسين أو المعارضة مع وزراء ومع أطراف ومع أجنحة في الحكم، هذا يحجم من قضيتنا، هذا يعطيها صورة ركيكة وخفيفة وليست بمستوى الحدث ومستوى التضحية ومستوى الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي والمحتلون. المحتلون الذين يمارسون الإرهاب ويستبيحون الحرمات لا حرمة لهم ولا قداسة لهم، هؤلاء إرهابيون معتدون محتلون يمارسون البطش وقد قدموا من خارج البحرين، لا ينتمون إلى الوطن، لا يمكن أن يساوى المواطن المظلوم المطارد الملاحق المعذب المقتول وعوائلهم التي تعاني، وأن يتساوى مرتزق قدم من خارج البحرين يرتزق من هذا النظام ومن القوى المحتلة أن يساوى دمه بدم هذا. الحرمة كل الحرمة للآمنين في بيوتهم، الحرمة كل الحرمة للمواطنين المدافعين عن وطنهم، الحرمة كل الحرمة لمن يدافع عن وطنه ويقدم دمه ويدافع عن دينه. لا حرمة إلى المعتدين ولا حرمة إلى القتلة. هذا في القانون، وهذا في الشرع، وهذا في المنطق، وهذا في كل شيء. أستغرب كل الغرابة ممن يساوي بين الضحية والجلاد، ويساوي بين من احتلت أرضه ومن احتل، ويساوي بين من يقتل وبين من يقتل، ويساوي بين من ينتهك الحرمات وبين من تنتهك حرمته، ويساوي بين العلماء الذين رزحوا في داخل السجون ولاقوا الويلات، وبين مرتزق قدم من خارج البحرين ليمارس الإرهاب ضد شعب البحرين. أخيرا أقول، والحديث طويل وذو شجون، نحن في شهر مارس، في هذا الشهر المشؤوم الذي دخلت فيه قوى الاحتلال السعودي، نستذكر البطل الذي خلد اسمه وارتفع شأنه وفتح وكان فاتحة الخط المقاوم، الشهيد أحمد فرحان. كل التحايا لروحه، الخلود لخطه، المعاهدة والوفاء لدربه. هذا الشهيد الذي أبى أن يبات على فراشه أو أن يوثق حدث اعتداء على منطقته وهو يسمع استغاثات النساء، أبى إلا أن يتقدم الصفوف وأن يدشن خط المقاومة ليقول بدمه ويقول لكل العالم أننا شعب لن نقبل بقوى الاحتلال، وأننا شعب سنقاوم حتى بأيادينا الخالية، لكننا لن نستسلم ولن نتراجع ولن نقبل بقوات الاحتلال. الشهيد أحمد فرحان بمظلوميته لطخ أسماء الخليفيين وسود وجوههم في التاريخ وفي كل محافل العالم. الشهيد أحمد فرحان غدا ينتصر الوطن بدمائه. الشهيد أحمد فرحان هو قائد لكل المقاومين. الشهيد أحمد فرحان غدا يكتب التاريخ اسمه بحروف من ماء الذهب ليسميه فاتح خط المقاومين بمقاومة أبت أن تتوقف أو تنتهي حتى يتحرر الوطن، كل الوطن، من براثن الاحتلال وحتى يعود الحق لأهله. هذه الثورة ثورتنا، ثورة فيها ثأر الله. فهؤلاء المحتلون الإرهابيون هدموا بيوت الله. من يريد أن ينتصر لله فالله ناصره، ومن لا يريد ومن يبحث عن الأعذار فالله غني عنه. هنيئا لكل الشهداء، هنيئا لكل المقاومين والثوار الذين يتمسكون بخط المقاومة رغم ما يعانونه من بطش ومن إرهاب ومن ملاحقة ومن تشويش ومن تضليل. نحن على ثقة ويقين أن المقاومة لن تنكفئ ولن تنطفئ ولن تتوقف ولن تتراجع ولن تتلكأ ولن تتردد حتى تكمل كامل مشوارها بالتحرير وبالانتصار. اليوم سيستمر التضليل،
والتشويش والملاحقة والمطاردة، وغدا ستبسط المقاومة وتفرض نفسها وتفرض احترامها على الجميع بنصر نراه قريبا إن شاء الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.